عبد الجبار الغولي، أعمل في قطاع النحل في اليمن في مجال إنتاج العسل اليمني. طبعا نعمل في عدة محافظات، أو نستطيع نقول أنه نعمل في عدة مواسم، أو من أشهر هذه المواسم هو موسم السدر. يتركز عملنا بشكل رئيسي على موسم السدر في المحافظات صعدة والجوف وعمران. طبعا الحمد لله كانت المواسم طيبة، لكن هناك بعض المشاكل أدت إلى قلة الإنتاج وتعرض النحالين اليمنيين وقطاع النحل بشكل عام إلى خسائر. من أهم هذه المشاكل إما تكون عوامل طبيعية اللي هي بسبب الأمطار في بعض المناطق، أدت يعني أنها كانت أمطار غزيرة جدا، أدت أنه نبتت بعض الأزهار إلى جانب السدر. ومن شروط موسم السدر أو ما يميز السدر اليمني هو أودية السدر التي لا يتواجد فيها أي مصدر زهري آخر، لكن مع الأمطار الكثيرة التي جاءت خلال السنوات الماضية أو السنتين الماضية أدت أنه أزهار أخرى مع الموسم. فالنحل جمع حبوب لقاح من هذه الأزهار، ويعني لما جمع حبوب يعني النحل لجأ إلى التحضين وليس إلى جمع العسل، وهذه أهم المشاكل التي حدثت. بالنسبة للموسم هذا في المناطق اللي هي مناطقنا أو أماكن تركز عملنا في محافظة عمران صعدة الجوف، الإنتاج كان قليل جدا جدا جدا. يعني أنا أضرب لك كمثال للتقريب، منحل 265 خلية كينية، الموسم السابق أنتجت منها 45 دبة، الموسم هذا 17 دبة فقط. في بعض المناطق يعني جرفت بعض النحل، وحتى أني لاحظت هذا يعني هذه السنوات هذه في السيل أخذ أشجار سدر من الوديان في مناطق في صعدة وفي كذا، أخذ وديان يعني أشجار سدر كثيرة من قوة السيل. المشكلة الرئيسية والتي تهدد عسل إنتاج العسل في اليمن بشكل رئيسي جدا احتطاب جائر جائر جائر. مسألة الاحتطاب الجائر أنه يقلع الشجرة من أساسها، تخيل شجرة عمرها 300 سنة 350 سنة بعمر 3-4 أجيال، فجأة يقطعها في ليلة فقط من 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 جذعها. أهم عسل وأهم منتج في اليمن هو السدر، مصدره أشجار السدر. لازم نحافظ على أشجار السدر، لازم كل سنة يتم زراعة أشجار جديدة، لأن النحالين يزيدون كل سنة، عدد الخلايا تزيد، وناس يدخلوا في المهنة جديد، وأشجار السدر هي نفسها لا بل تتناقص.